أسوأ وقت بماراثون الركض هو لما بتشعروا إنه ما نكون قادرين تكملوا. هيدا الوقت لما تحسوا فعلياً بالألم والإرهاق وتشنج العضل وعم تصرخوا من العذاب. هو الوقت لما يكون جسدكن وعقلكن بدهن ياكن تستسلموا بأسوأ طريقة. ولما يصير هيدا الأمر مع العدائين بيكون عندهم حل من اثنين، إما بيستسلموا لهالتجربة وبيوقفوا، أو بيضلوا عم بيركضوا هن وعم بيتألموا. بالعظة السابقة شفنا إنه أول دليل أو برهان على الإيمان هو التمكن من الحصول على الفرح بوسط تجارب الحياة، لأنه يلي بيسابروا وبيركضوا بالرغم من الألم بماراثون الإيمان رح يختبروا نضوج وقوة ما اختبروا مثلهم بحياتهم من قبل. مش ضروري إلكن إنه كل واحد منكن، كل مؤمن بالرب يسوع المسيح، بيواجه قرارات مصيرية كل يوم بيومه، عدة قرارات. ليه؟ لأنه كل يوم عدو نفوسكن بكون مصوب عليكن سلاح مخفي، مصوب على قلوبكن ومصوب على عقولكن. هو كل يوم عم بيجرب المؤمنين ليخليهم ينسحبوا من ماراثون الإيمان. كل واحد منا بيعرف هيدي التجربة من اختباراتنا الأولى حتى من طفولتنا نختبرها بشكل منتظم. شو هي هالتجربة؟ اسمعوا كتير منيح. أكبر تجربة على الإطلاق هي إذا منقر بخطيتنا ومنعترف فيها أو مننكرها ومنحاول نبررها. كل مرة منسقط بهالتجربة، كل مرة منستسلم لتجربة إبليس، كل مرة مناكل من الثمرة المحرمة، شو منقول؟ هيدي غلطة أهلي، وهيدي غلطة مرتي، هيدي غلطة زوجي، هيدي غلطة رب العمل، دايما غلطة حدا. والليحة بتكمل وكله ابتدى بجنة عدن لما الله واجه آدم بخطيته. شو قال؟ أنا آسف يا رب، أنا تنزلت عن مسؤوليتي الروحية، عن رياستي على بيتي، أنا آسف جدا يا بي، أنا وقعت بالفخ وأنا. هل عمل هالأمر؟ الرجل الشجاع لام مرته. رجل قوي، مرتي خلتني أعملها. ولما الله واجه حواء شو قالت؟ الشيطان خليني أعملها. ومن هيداك الوقت وهالاستجابة الغلط للخطية والخجل والذنب عم تتكرر بكل قلب بكل قلب. لكن بتعرفوا انه عدة مرات حصة الأسد من اللوم هي لله؟ فكرت اني سمعت كل شيء لكن بعدني بسمع اشياء جديدة كل الوقت. الله سمح انه كون بهيدا الموقف. الله ما وقفني، كان بيقدر يوقفني لكن ما وقفني. الله خلقني مع هالرغبات والشهوات الموجودة بقلبي. الله سمح انه اتجرب. هيدا ذنب الله، فعلا هيدا ذنب الله، لانه عطاني ارادة حرة. مبدئيا هيدي هي الاكترية الساحقة من مجتمعنا. وبتاني جهة من التطرف في ناس يلي إحساسهم بالذنب بيقتلهم. أوقات بيكون ذنب حقيقي لكن بمعظم الأوقات بيكون ذنب وهمي. اسمحوا لي أعطيكم مثل. الأهل يلي ربوا أولادهم ببيت مسيحي وبأكبر مجهود هن نقلوا لهم المبادئ الكتابية ليعيشوا على أساسها، وهن حاولوا أنه تكون حياتهم مثل لأولادهم، لكن واحد من الأولاد بيدخل بمرحلة التمرد، بيتمرد على الله، بيتمرد على تعاليم أهله، بيتمرد على كل الأشياء يلي هو بيعرف أنه صح. يلي بيصير ببعض هالظروف المتطرفة هو أنه الأهل بيلوموا نفسهم،
يمكن كان لازم اعمل هيك، يمكن ما كان لازم اعمل هيك، يمكن كان لازم اقول هيك، يمكن لازم، وبيضلوا يلوموا نفسهم باستمرار دايما دايما دايما. اذا كنتوا مستحقين هالذنب يلي شاعرين فيه او لا، واذا كان هالشعور بالذنب يلي عم بتحسوه حقيقي او لا، اسمعوني، هيدا بالحقيقة مرض روحي ولازم يتعالج روحيا. الله بده يحرركن من الخجل والخوف والذنب والخطية، نزل من السماء لهالسبب. الكتاب المقدس واضح جدا، ما لازم نعيش حياتنا غرقانين بالذنب ان كان حقيقي او وهمي. يسوع المسيح نزل من السماء، مات على الصليب، سفك دمه، قام من الموت باليوم الثالث لحتى يحررنا مش فقط من الخطية لكن كمان من الذنب. برسالة يعقوب الإصحاح الأول الآيات 13-14-15: لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته ورغبته، ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. يا أحبائي، التجربة ما بتجي من عند الله، بتجي من عدو نفوسكن. إبليس بجربنا لما بيجذب رغباتنا، ولما بيصير من غير الممكن إنه نضبط رغباتنا بتصير تماما مثل النهر الجارف. هلأ النهر جميل، هو رائع لما يكون جاري بين الضفتين بمياهه الجميلة والنقية، لكن لما يصير جارف بيصير خارج عن السيطرة، بيجرف كل شيء بطريقه. وهالنعمة يلي بالنهر، النعمة يلي بالنهر بتصير لعنة. الجنس هدية من عند الله، ولازم تتم ممارسته بين ضفاف نهر الزواج، بين رجل واحد ومرة وحدة. لكن الانحراف الجنسي مثل هالنهر الجارف بيدمر كل شيء بطريقه. والطريقة يلي بيهجمنا فيها إبليس أو بيجربنا تشبه بندقية عند ماسورتين، ماسورة موجهة على فكرنا والتانية موجهة على عيوننا، وهو عم بيتنقل بيناتهم. الفكر العين، الفكر العين. بالواقع هيدا تحديدا يلي عمله مع حواء. بالأول اجى على فكرة وقال لها: أوه شو هالحديقة الجميلة اللي عندك، آه بتمنى لو بقدر أعيش بحديقة مثل هيدي، آه يا حبيبتي نجحتي. شو عم بيعمل؟ عم بيشل تفكيرها، هو عم بيخدر تفكيرها. ولما بيخدر التفكير شو بيصير؟ بسرعة بروح على العين. أوه شوفي هالشجرة الجميلة بوسط الحديقة، مش ألاف الأشجار التانية لكن فقط هيدي يلي بوسط الحديقة. أنا براهن إنه ثمارة شهية كتير. آه أنا بتخيل إنه الواحد ممكن يموت لا يحصل عليها. بعتذر على اللعب على الكلام، لأنه هي ماتت روحيا. وصار يتنقل الذهن العين، الذهن العين. وحواء بتقول: لا لا لا، انت منك فاهم، هيدي الشجرة محرمة. اه فعلا محرمة. اه بعتقد انه الله ما بده اياكم تتمتعوا، ما بده اياكم تكونوا انتم المسيطرين على الامور. آه شو هالإله الأناني بيمنعك من شي هالقد طيب وهالقد شهي. أكيد الله بده يترك الأمور جيدة لنفسه. شو إبليس عم يعمل؟ عم بيدخل الشك على عقله بخصوص صلاح الله ورحمة الله وحقيقة أنه الله بده دايما الأفضل لإلنا. من الأكيد أنه إبليس صياد ماهر جدا. أكيد هو هيك. تعرفوا ليه؟ لأنه هو بيوضع الطعم وبينتظر وبينتظر وبيتركه عم بيلمع، بيتركه عم بيتحرك قدامنا
ولما يهلق شي بالصنارة بيسحبه. هيدا يلي عمله. في أمر ما لازم تنسوه أبدا، إبليس ما بيقدر يجبركم تعملوا أي شي. أنتو وأنا منعمل خيارات. على أكيد منحب نتظاهر أنه نحن فعليا ضحايا ظروفنا، ضحايا طريقة تربيتنا، ضحايا مدارسنا، ضحايا مجتمعنا. نحن ضحايا وما بنملك الخيار فعلا. ولهيدا السبب بلغة الراشدين نحن فعليا عم نرجع ونقول طيب الشيطان خليني أعملها. لكن مقاومة التجربة والهرب منها هو الدليل الثاني انه عندكن ايمان خلاصي وايمان يومي، وبتناقضوا الادعاء بوجودن لما دايما وسطروا تحت كلمة دايما او باستمرار بتسقطوا بالتجربة. والسبب يلي خليني اقول دايما وباستمرار هو انه كل واحد منا بنقطة معينة بمكان معين بوقت معين رح نوقع ونحن منوقع. لكن انا عم بتكلم عن يلي بيقول انا فقط ما عندي سلطان على هالامر، انا رح كون الضحية. انا عم فكر بالشخص وبعتقد انه هيدا يلي الكتاب المقدس بيقصده، يلي ابدع وخطط واوضح وبرر الوقوع بالتجربة كعادة. لانه حتى اليوم في كتير رعاة شباب ليخففوا دايما عن ضماير يلي عاشوا وبعدهم عايشين بالخطية وبيرفضوا انه يكونوا عندهم انتصار على خطيتهم، لانه هن دايما ما بيغلبوا التجربة وما بيكون عندهم غلبة على التجربة يلي ماسكتهم الخطية بقوة ليخلوا الامر اسهل. هالاشخاص عم بيعلموا هرطقة قديمة، هرطقة عمرها 500 سنة لكن لبست رداء جديد. كل الهرطقات القديمة بينعاد تكريرها، وهيدي الهرطقة القديمة كان اسمها الكالفينية الفائقة، هلا بسموها النعمة الفائقة. شو يعني؟ ما تهتم بالسقوط باستمرار، ماشي الحال، السقوط باستمرار وانه ما يكون عندنا انتصار على الخطية. نعمة الله بتغطي هالامور. وهلا يا احبائي اسمعوني، هيدي هي خطية التساهل، وخطية التساهل سيئة مثل خطية تبرير الخطية وعدم الاعتراف فيها. خلوني اعطيكم ثلاث طرق اساسية بيستعملها ابليس ليجربنا. بيجربنا روحيا، بيجربنا عقليا، وبيجربنا جسديا. كيف بيجربنا روحيا؟ لما بيجيب الشك على عقولنا، الشك الدايم عن وجود الله، وإذا كان موجود هل هو مهتم فعلا بمشاكلنا الصغيرة لما يكون مشغول بإدارة الكون، وهل الكتاب المقدس فينا حقيقة نعيشه اليوم؟ بقصد شوفوا كل الأشياء يلي ما منمارسها ويلي موجودة بالكتاب المقدس. هل الله فعلا، هل نقدر نوثق إنه الإنجيل موحى فيه من قبل الله؟ هل هو فعلا إعلان الله عن نفسه؟ هل أنتم فعلا مخلصين وخطاياكم مغفورة؟ وبيكمل وبيكمل وبيكمل. لكن ما بيوقف هون، بيكمل ليجربنا بالذهن. بعد ما ينتهي منا روحيا بيدخل على ذهننا وعيوننا تماما مثل ما عمل مع حواء. اسمعوني، كونوا اكيدين كليا، انا رح اقاطع حالي هون لانه هيدا امر مهم. انتو بتربحوا او بتخسروا معركة الذهن من اللحظة يلي بتوعوا فيها الصبح. أول كم دقيقة من النهار بيقرروا إذا كنتوا عم تربحوا أو عم تخسروا معركة النهار. مثل الكمبيوتر بتعرفوا، نفايات تدخل نفايات تخرج. إذا أنتوا باستمرار بتغذوا ذهنكم بمعلومات خاطئة، إذن رح تختبروا نتائج خاطئة. إذا بتملوا أذهانكم باستمرار بصور نجسة، أفعالكم رح تكون نجسة. المعركة لذهنكم تبتدي من أول لحظة بتوعوا فيها.
باللحظة يلي بتقوموا فيها من سريركن انزلوا على ركابكن بالأول. بتقولوا شو يعني هيدا انزلوا على ركابكن؟ قبل ما تعملوا أي شيء قضوا أول ساعة من النهار مع الله بالصلاة وقراءة كلمته. رح تندهشوا فعلا من التحول يلي بيصير بعد بضعة أسابيع من هيدا العمل. رح تندهشوا من التغيير يلي بيبتدي يحصل بحياتكن. بجربنا روحيا، بجربنا بالذهن، وبجربنا أيضا جسديا. كيف؟ خلوني عد الطرق. بتواجهوا الإحباط، بتواجهوا وضع محبط، وقبل ما تشعروا بتصيروا خارج السيطرة. صارت معي من بضعة أيام، كنت عم برنم تسبيح لله وشخص بيجي بيوقف قدامي. عم بعترف لإلكن، بعرف إنكن تعرفوا عن شو عم بتكلم. عندكن رب عمل عدواني أو زميل بالعمل عدواني بيقلكن شي بيغضبكن وبتبدو تشتموا وتلعنوا وبتوقعوا بالخطية. يمكن تبتدوا بكاس مشروب للمسايرة وفجأة ما بتلاقوا نفسكن إلا وصرتوا مدمنين. بتلاقوا فرصة للغش وبتنتقلوا فيها للمرحلة التانية. لكن أكتر تجربة جسدية شائعة هي لما بيغوينا بشخص تاني غير زوجك أو زوجتك. بأي سرعة منوضع عجنب قناعاتنا الإيمانية. الكتاب المقدس ما بيتغير لمجرد أنه في راعي قال أنه تغير. عم بقلكن الإنجيل كتير واضح أنه الزنا والدعارة والشذوذ الجنسي وأي تعبير عن الجنس خارج الزواج اللي بتم بين رجل وامرأة هو خطية خطيرة تجاه الرب. اسمعوني منيح، الأمر هو أنه إبليس ما بيتوقف عن المحاولة، والمحاولة باستمرار. أنا متأكد أنه البعض منكم يمكن عم بيسألوا ويقولوا مايكل طيب شو الفرق بين الاختبار والتجربة، أو تجربة والامتحان؟ التجربة تتضمن المتعة، الاختبار بيتضمن الإزعاج. التجربة سهلة، الاختبار صعب. بأوقات الاختبار الله عم بيعرف عن خطية أو مشكلة بحياتكن وبحياتي وعم بيقول لازم تتخلص من الأمر، الأمر لازم يتغير. الاختبار بيقول اتعلم الدرس من الامتحان، اتشبه بالمسيح. لكن التجربة بتقول تنازل، استسلم. اسهل عليك تقول نعم من انه تقول لا. قول نعم وكل هالملذات بتصير الك. لكن بعد في اكتر، بعد في أكتر. الاختبار بيقول ضحي برغباتك، لكن التجربة بتقول أشبع رغباتك. هلأ يعقوب عم يوضع أصبعه على الفرق بين الاختبار والتجربة. أكيد بالآية 13 بيقول لا يقل أحد إني أجرب من قبل الله. إذن شو الجواب؟ الاعتراف. تعرفوا لما بتعترفوا بالخطية، لما بتقبلوا فعلا خطيتكن، بتكونوا أساسا عم توافقوا الله. الله بيعرف أنه أنتوا عملتوها، وأنتوا بتعرفوا أنه عملتوها، فبيكون أفضل إذا بتتفقوا مع الله، لأنه لما تتفقوا معه بيعطيكن انتصار عليها وبيغفرها. لكن محاولة تبرير الخطية وتمرير اللوم ما بيعطيكن انتصار أبدا. ولهذا السبب يوحنا بيقول إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. لكن إن شو فهو يغفر لنا. تمرير اللوم هو دليل على إنه ما عندكم إيمان حي. شو يلي بخلينا قابلين للتجربة؟ الآيات 16 و17 بعد ما يقول انه الله ما بيجربنا بيكمل وبيقول لا تضلوا. هذا كثير مهم، سطره تحته لا تضلوا. كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من وين؟ فوق.
تعرفوا شو هي أعظم هبة؟ بالإضافة لخلاصنا، شو أعظم هبة بتجي من فوق؟ الروح القدس، نفس الله ذاته، روح الله ذاته يلي بيجي وبيسكن فينا ليعطينا القوة. وإذا لما بتلاقوا نفسكن ممسوكين بين مخالب الخطية والمتعة والرغبات الشريرة، فهيدا بيكون لأنه ما بتعطوا قيمة لعطية الروح القدس. بتعرفوا عنا، قريتوا عنا بالكتاب المقدس، لكن يلي ما بتعملوه كل يوم وبكل لحظة بلحظتها هو انه تسمحوا لقوة الروح القدس تمليكن للفيض. وانتم منكن بحاجة للروح القدس اكتر واكتر لانه عندكن تسريب، لكن الروح القدس هو ريح، ومثل ما الريح بتهب الشراع وبتدفع السفينة، انتم بحاجة للروح القدس ليرشدكن ويقودكن ويخدكن بالاتجاه الصحيح. لما ما بتستسلموا كل يوم لسلطة وقوة الروح القدس يلي ما إلا مثيل، رح توقعوا. بدل ما يجربنا، الله بيعطينا أعظم هبة، نفسه هو، روحه هو. ليه؟ لنقدر نتغلب على التجربة كل يوم، لنكون قادرين ننتصر كل مرة، لنقدر نهرب من التجربة. في أمر مهم كتير بدي قلكن إياه، لأنه بعرف أنه بعض المسيحيين بيفكروا، نعم مايكل أنا بتفق معك، عظيم عظيم، وبيظنوا أنه الحياة المسيحية بتنعاش هن، وعم بيرددوا ما بدي وقع بتجربة، ما بدي وقع بتجربة، ما بدي وقع بتجربة، وعم بيعيشوا حياة متشنجة. بتذكر لما كنت عم بتعلم قيادة السيارة مع المكباح، كتار من الصغار منكم ما بيتذكروا هيدا الأمر لأنه عندكم سيارات أوتوماتيكية، فخاصة لما تكونوا عم تصعدوا تلة وبتعرفوا كيف تستعملوا إجريكم المكابح أو والسيارة بتنزل وأنتوا بتسرعوا. بعض الناس بيظنوا فعليا أنه هيك بتعيشوا الحياة المسيحية. لا 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 يا أحبائي، الأمر منه هيك. بالحقيقة لهيدا السبب يعقوب بإلنا لا تضلوا. يمكن دي المودي قالها بأفضل طريقة، وأنا ما بقدر أعطي أفضل من هيك. واحد من أهم الدروس الجديرة بالذكر هو أنه كان ياخد كباية فاضية ويقول لتلاميذه كيف بتخلص من الهوى. جيب مضخة فراغية وصحاب الهوى، وكل واحد كان عم يطلع بفكرة، بالنهاية بياخد بريق ماي وبيملي الكباية، وبيقول الطريقة هي بأنه ما تتركوا مكان للهوى. أحبائي اسمعوني، أنتوا هيك تحصل على الغلبة، تمتلوا إلى الفيض لحظة بلحظة باستسلام دائم لقوة الروح القدس، وما بيبقى مكان للتجربة. ومش هيدي الحياة المتشنجة، لا، رح يكون عندكم فرح، رح يكون عندكم سلام، أنتم مرتاحين، مش بقوتكم الخاصة لكن بقوة يلي يمينه تدعمكم. شايفين؟ رح تختبروا فرح الانتصار بكل وقت. إذا بتجي التجربة، أنتم مليانين من روح القدس. أنا ما بقوم بهالإشياء، أنا دعوتي أسمى من هيك، أنا مصنوع لأجل الأمور أسمى، أنا مصنوع لأجل مجد الله، ومباشرة تقدروا تتغلبوا على التجربة. شكرا لمشاهدتكم هالبرنامج.